هندسة الأوامر. في عالم الذكاء الاصطناعي تعد هندسة الأوامر مجالاً حيوياً، ويشمل مجموعة متنوعة من التقنيات بما في ذلك فيو شوت، التعلم بالأمثلة، تشين أوف ثوت، تسلسل الأفكار، والردود المعززة بمصادر خارجية Retrieval Augmented Generation RAG. وكما تعودنا سنقوم بتحميل الموديولز وتخزين الـ API Key. عند صياغة الأوامر يمكنك توجيه النموذج بشكل فعال عن طريق استخدام أوامر واضحة مثل أكتب Write، صنف Classify، لخص Summarize، ترجم Translate، رتب Order، أكمل Complete. دعونا ننظر في الأمثلة التالية. هنا نقوم باستغلال الطبيعة التنبؤية لهذا النموذج من أجل إكمال الجملة أو الجمل، وبالطبع تستطيع أن تقدروا قيمة هذا الأمر عندما تحتاجون أن تكتبوا محتوى مثل كتب، الوثائق، سيناريو للأفلام وإلى ما آخره. نستطيع أيضا استخدام النموذج لتحليل الكلمات أو الجمل Classify. ومبني على السياق تستطيع أن تقوم بمهمة تحليل مشاعر مثل ما هو واضح من الرد، أو تصنيف أشياء مختلفة من ضمن قائمة معينة مثل الزهور أو الفاكهة. نستطيع أن نقوم بالترجمة على سبيل المثال من إنجليزي إلى العربي، أو باستخدام لغات البرمجة. وأخيرا نستطيع تلخيص النصوص، الكتب، وبالطبع وثائق الشركة إن وجد. بعد أن فهمنا كيفية صياغة الأوامر البسيطة، دعونا الآن ندخل في عملية هندسة الأوامر المعقدة. وفي هذه النقطة فأنا أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أننا لا نهدف إلى مقارنة نماذج الذكاء الاصطناعي بالقدرات البشرية، بل ننظر إلى كيف يمكننا الاستفادة من هذه النماذج لأتمتة عملنا وجعل حياتنا أسهل. وجميع هذه التقنيات يتم استخدامها بشكل أو بآخر لا إراديا عن قيم أدمغتنا بتحليل المعلومات. Zero Shot، أوامر من دون أمثلة. Zero Shot يتضمن قدرة النموذج على إنتاج الردود استنادا فقط إلى بيانات التدريب الموجودة لديه مسبقا. وكما رأيتم مع مثال التصنيف، يبدو أن النموذج تم تدريبه على استخلاص المشاعر من دون ما تم إعطائه أي سياق. Few Shot، أوامر بعدد من الأمثلة، وهذا يشبه تزويد شخص ما بمجموعة من الأمثلة قبل طرح سؤالك النهائي. دعونا الآن نجرب مثال بدون أي سياق ونرى كيف يمكننا تحسينه. وكما ترون من الواضح أن بدون توفير أي سياق يميل النموذج إلى إعطاء إجابات عامة، ولكن من خلال تقديم بعض الأمثلة أو الإرشادات يمكنك توجيه النموذج نحو تقديم الردود الذي ترغب فيها. ويمكن تطبيق هذا الأسلوب بشكل متنوع وعلى مجموعة واسعة من السيناريوهات، من الاستعلامات البسيطة وتحليل النصوص إلى الصيغة الرياضية معقدة وتصريحات SQL Database. ويمكنك أيضا تعزيز هذا التأثير من خلال دمج أمثلتك مع أوامر السيستم لتوجيه النموذج حول كيفية التصرف. وكما ترون تسمح لكم هذه التفاعلات باستخراج ردود مخصصة للسياق، مما يعزز فائدة النموذج في مختلف التطبيقات. Chain of Thought، تسلسل الأفكار، هي تقنية تمكن نماذج اللغة من المشاركة في التفكير المعقد من خلال تجاوز بعض الخطوات البسيطة قبل التوصل إلى الحل النهائي. ويمكن استخدام هذا الأسلوب بطريقتين، Zero Shot كسؤال مستقل أو بالتوازي مع Few Shot لتحقيق نتائج في المهام التي تتطلب التفكير قبل تقديم الرد. ومن الهام النظر في قدرات النموذج التي تعمل معه، حيث قد يختلف هذا الأسلوب حسب حجم النموذج وقدراته. لنبدأ أولا بمثال بسيط. يطلب من النموذج إجابة سؤال عن أسرع طريقة للذهاب إلى العمل، ومبني على قدرات النموذج يمكنك الحصول على الحل الصحيح من دون إرشادات، أو كما ترون الحل الخاطئ. ولكن عندما نعطي مثال باستخدام تسلسل الأفكار لا تحصل على الرد المناسب، لأننا أعطينا الإرشادات المطلوبة من أجل التوصل إلى الحل. الآن دعونا نطبق هذه التقنية على إحدى مكالمات خدمة العملاء. كما ترون من دون تقديم أي نوع من الإرشادات لا يستطيع النموذج أن يعطينا الإجابة المطلوبة، وبالتالي لا نستطيع استخدامه من ضمن برنامج يعتمد عليه في العمل.
ولكن بعد أن نعطيه البعض من الأمثلة والإرشادات نبدأ بالحصول على الإجابات المطلوبة، وبالتالي لو استخدمناه في برنامج يتم فيه أتمتة هذه العملية مع الألاف من النصوص سنتحصل على الإجابات المطلوبة خلال بضع دقائق. ولكن حذاري، عندما تقوم بهندسة الأوامر يجب عليكم دائما بأن تأخذوا في عين الاعتبار ماذا يحدث لو النموذج لم يستطيع إيجاد ما نريده، لأن في أغلب الحالات سيقوم بهلوسة الرد hallucination. بالتالي يجب عليك إعطاء الإرشادات المطلوبة، على سبيل المثال find the DPA questions or else say no questions found. شن رأيكم؟ كما ترون الفرق بين برنامج تافه للدردشة والتطبيق يساعد على أتمتة الأعمال يكمن في هندسة الأوامر وهندسة الردود. لتوضيح أهمية هندسة الردود دعونا نستكشف سيناريو بديل. تخيل هذا كجزء من تطبيق معين، ومن داخل هذا التطبيق يمكن توجيه النموذج لتقديم النتائج بتنسيقات تدمج بسلاسة في العملية البرمجية. على سبيل المثال يمكننا إنشاء عبارات conditionals true false أو بيانات منظمة بتنسيق JSON XML SQL، والتي يمكن بعد ذلك دمجها بسلاسة في العمليات البرمجية التالية. هذا المستوى من الهندسة يضمن أن النموذج يتوافق مع احتياجات عملك المحددة، مما يتيح لك استغلال قدراته بطريقة تزيد من الكفاءة لتطبيقه. وكما ترون بدل ما يتم إعطائنا الرد بطريقة محادثة، لدينا الآن الرد باستخدام نمط JSON، والآن نستطيع استخراج ما نحتاجه واستخدامه في تطبيقاتنا. طبعا هذا السيناريو ليس بالسهل تحقيقه، ولكن ليس بالمستحيل، لأني قد استطعت أن أبرمج مثل هذا التطبيق بالضبط. عادة نحتاج إلى شبكة معقدة من التوجيهات، ومبني على قدرة النموذج المستخدمة يمكن أن يؤدي تغيير هذه التوجيهات إلى درجات متفاوتة من النجاح، ويوصف باستخدام مزيج استراتيجي من chain of thought مع أوامر سيستم ويوزر لإعطاء الإرشادات السلوكية. أي بمعنى آخر، نستخدم أوامر السيستم لإعطاء الإرشادات السلوكية، ومن ثم نقوم بتعزيزه من خلال أمثلة توضيحية. عند التجربة مع نصوص مختلفة لا تتردد في تقديم عدة استفسارات في آن واحد، طالما أنها لا تحتاج إلى عمليات chain of thought فريدة من نوعها. عند إضافتك لمزيد من الأوامر السلوكية والإجراءات، قد تواجه حالات يكون فيها رد النموذج غير متوقع. إليك بعض النصائح الغير تقليدية لتحسين أدائه. قم بتعيين هوية مميزة، سواء كانت X أو أي اسم آخر، وأشر إليها أثناء تفاعلك. بإشارتك إلى الهوية أنت قد ساعدت في تعزيز الأوامر الأساسية من دون إعادة تكرارها. يمكن أن يساهم الأدب بشكل كبير في الحصول على ردود أفضل، لذا تذكر بأن تقول please. شجع النموذج على أخذ لحظة لمعالجة المهام المعقدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج أكثر دقة وتأملا. على سبيل المثال please take a deep breath and think step by step. الآن دعونا نقوم بتغيير النموذج السابق من خلال القضاء على جميع الأمثلة واستخدام تسلسل الأفكار مع بعض الأوامر السلوكية المربوطة بهوية معينة. جميل جدا، أتمنى أني قد أثرت فضولكم وأنكم تجربوا بأنفسكم. إلى اللقاء.